الحمد لله أولا وآخرا على كل حال وما كان من حال وعلى أكثر من ذلك وأقل من هذا الحال. وبعد، فاليوم عيد ولا كل الأعياد، عيد المصطفى، بل عيد الله الذي خلق الوجود من أجله وأنار الكائنات بضيائه والنهار العروش الظالمة بمولده وأثمرت الأرض وأينع الزرع وفاض الضرع وعمت البركات بفضل ميلاده وأشرق الإسلام بوجوده فكان خير بشير للرحمة والسلام للخلق أجمعين. صلى عليه الله منذ قبضة الكينونة النورانية الإلهية إلى يوم نبعث وإلى يوم يشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت أريد أن أقول شعرا في مدح الرسول ولكن عذري مقبول هذه الليلة وكأني قلته، ولكني سأكمل كلمة صغيرة لمناسبة هذا المقام الكريم. وإنا في هذه الليلة المباركة الخالدة لنشيد بمآثر أنجال المغفور له أمين بي سعيد رضوان الله عليه وأدخله الله فسيح جناته، وذلك لما ساروا عليه من تنفيذ وصاياه في إحياء ليلة ذكرى الرسول المباركة سنويا. كما نشكرهم على حسن اختيارهم وتقديرهم الدائم لاستقدامهم السنوي لقارئ هذه الليلة، ذلك الفرد العلم الأستاذ الملهم الشيخ مصطفى إسماعيل الذي سطر اسمه في سجل التاريخ مقدما مع الخالدين. لأنه فلتة الطبيعة الخلاقة بل معجزتها، لأنه في روعة تلاوته يسحر الألباب ويحير الأفكار الواعية لبراعته الخارقة. إنه السحر نسمعه فيتوه الفكر فيه، إنه العشق الإلهي عرفناه عذابا لذويه، إنه الفن الذي يحيا ويدهش سامعيه، إنه لحن السماء الذي يبهج دنيا عارفيه، مقرئ الشرق سلام من محب بك مغرم بأغاريدك العذاب العبقريات ترنم، بل مقرئ الدنيا سلام وسلام القلب أعظم. والآن إذ نستمع إلى القرآن الكريم من صاحب هذا الوصف المتربع على عرش المجد وحده هو الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وكفى به بذنوب عباده
خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا.
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الله أكبر.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون رزاما.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت أهل بهذا البلد ووالد وما لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله البلد وأنت حل بالبلد والد وما لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
صدق الله العظيم.